النهارده مصر دخلت مرحلة جديدة في عصر الطاقة وتوليد الكهرباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح أكبر 3 محطات لتوليد الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. القدرة الإنتاجية للمحطات الثلاثة حوالي 14.4 ألف ميجا وات، والتكلفة 6 مليار يورو. وخلال الافتتاح عرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فيلم تسجيلي عن مشروعات الكهرباء اللي أنجزت خلال الفترة الماضية، وعندنا تفاصيل أكتر في تقرير تامر مجدي. قطاع الكهرباء في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة من مشروعات قومية كبرى على مستوى الجمهورية، كان آخرها ما افتتحه اليوم الرئيس من داخل محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، والتي شهدت تعاون وتضافر جهود جهات عدة في الدولة. لقد أضافت الدولة للشبكة القومية الموحدة محطات لتوليد الكهرباء بإجمالي قدرة 25 ألف ميجا وات خلال الفترة من يونيو 14 حتى يونيو 2018. هذه القدرة تمثل زيادة بنسبة حوالي 84% من إجمالي القدرة الكهربائية بالشبكة الموحدة قبل يونيو 2014، وهو الأمر الذي حقق فائضا في القدرات الكهربائية بنسبة 25%، مما سيساهم في تأمين الاحتياجات المستقبلية للطاقة الكهربائية على المستوى الجمهورية، فضلا عن تصدير جانب منها. لا ينسى أحد ما شهده المواطن المصري من معاناة شديدة في زمن سابق، ما مثل تحديا كبيرا للقائمين على قطاع الكهرباء في مصر بحسب كلام وزير الكهرباء. الأمور كانت من أصعب ما يمكن في 2014. حددنا 4 محاور أساسية للتغلب على هذا الأمر. أول واحد عملنا خطة عاجلة لإدخال 3636 ميجا وات باستثمارات 2.7 مليار دولار. الكلام ده تم في 8.5 أشهر، وده إعجاز بأي مقياس على مستوى العالم. محطات الكهرباء الجديدة العملاقة تصل طاقتها الإنتاجية إلى 14400 ميجا وات، أي حوالي 50% من طاقة كهرباء مصر، وتعد الأضخم من نوعها. نحن إن شاء الله لن نعمل أمور نص ونص. نص ونص مفيش في أي مشروع هنعمله. بعمل إصلاح اقتصادي، هعمله إصلاح اقتصادي 100% عشان البلد دي تقوم مرة تاني ومحدش يقدر يوقعها. مش هنعمل حاجة نص ونص تاني، مفيش نص ونص. احنا بنعمل حاجتنا 100% وعلى أعلى مستوى. طيب، بعد شوية هنعرض فيلم تسجيلي بعنوان شموس لا تغيب. الحقيقة هو عبارة عن توثيق لما تم من إنجاز في قطاع الكهرباء بشكل محدد في السنوات الأخيرة، من أول يعني زي ما انتم فاكرين مرحلة التيار الكهربي كان بيتقطع كتير، وكان في يعني إخفاقات كتير جدا في هذا المجال لغاية الفترة الحالية. والفيلم ده الحقيقة بيفهمنا بالظبط ايه اللي حصل، وبيفهمنا يعني النقلة اللي حصلت في هذا المجال، مجال الكهرباء والطاقة في مصر.